تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. بدأت تركيا في استخدام أجهزة تتمكن من تشخيص فيروس كورونا في غضون 15 دقيقة فقط. جاء ذلك في عرض تعريفي قدمته وزارة الصحة التركية حول أدوات مختبرية تستطيع تشخيص فيروس كورونا في غضون 15 دقيقة دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على النتيجة. وقالت الدكتورة ياسمين تشوشكون المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة إن الكشف السريع عن فيروس كورونا يشكل أهمية كبيرة لعزل الشخص عن الآخرين في حال كانت نتيجة تحليل عينته إيجابية. توصل العلماء إلى اختراع علاج بعيداً عن الأدوية لمرض باركنسون أو الشلل الرعاشي، ويأتي العلاج الجديد على شكل قفاز يد يرتديه المصاب. ومن الممكن أن يكون الاختراع مؤثراً إذ لا يوجد أي علاج لمرض الشلل الرعاشي، والذي يصنف كخلل ضمن مجموعة اضطرابات النظام الحركي والتي تؤثر على نسبة تتراوح بين 7 و10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم وفقاً لمؤسسة أبحاث مرض باركنسون. وغالباً يتركز المرض في اليدين، ما يصيبهما بحالة من الارتجاف دون السيطرة. وتعتمد قفازات اليدين على قوانين الفيزياء بدلاً من الكيمياء لتسيطر على ثبات اليدين وحركتهما ميكانيكياً. تستقطب دبابة في أعماق البحر الأبيض المتوسط عشاق الغطس وهو استكشاف الحياة المائية في ولاية أنتاليا جنوبي تركيا. وجرى إغراق الدبابة الخارجة عن الخدمة قبل عامين في مياه منطقة كاش التي تعد من أبرز مراكز الغوص في المنطقة. والدبابة المحالة إلى التقاعد بعد خدمتها في الجيش التركي صنعت عام 1960 ويبلغ وزنها 45 طناً. وباتت هذه المركبة العسكرية الغارقة تلقى اهتماماً كبيراً من قبل الغواصين ومأواً للعديد من الأحياء المائية. ابتكر 3 من طلاب الجامعات الإندونيسية جهازاً يستخدم إشارات عالية التردد للمساعدة في تحديد مكان الضحايا بعد وقوع كارثة طبيعية. وقال الطلاب إنه يمكن توصيل جهاز استقبال الإشارات بهاتف محمول أو كمبيوتر، ويعمل مع تطبيق متاح على كل من أنظمة أبل وأندرويد. وحصل الطلاب 3 من جامعة بارويجا على براءة اختراع لنموذجهم الأولي والذي يكلف 7 دولارات، ولكنهم قالوا إنهم أرادوا إتقان الجهاز قبل أن يفكروا في إتاحته للجمهور. بادر متطوعون مسلمون أتراك في ألمانيا لمساعدة فئات المجتمع الأضعف والعمل على مواجهة جائحة كورونا التي تغزو العالم. وسعياً منهم لتوفير احتياجات كبار السن في البلاد، قاموا بمساعدة هذه الفئة التي لا تستطيع مغادرة المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا. ونظمت مجموعة من المتطوعين الشباب في جمعية مسجد المدينة المنورة في منطقة راينكيندروف بالعاصمة برلين عملية تسوق لصالح المسنين الذين التزموا منازلهم خوفاً من الإصابة بالفيروس. ويقوم المسنون وهم في منازلهم بالاتصال بمسجد المدينة المنورة في العاصمة الألمانية عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف، طالبين المساعدة لتوفير احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء. نجح الطبيب البيطري التركي برهان بينارباشي المقيم في ولاية سيواس وسط البلاد في ابتكار آلة تقي الحيوانات من الموت بسبب مرض انتفاخ الرئة. وتأتي هذه الخطوة كنتاج لجهود 10 سنوات في مجال ابتكار آلات حول الصحة الحيوانية.
الآلة التي حصل بينار باشي على براءة اختراعها تساهم بشكل كبير في وقاية المواشي من النفوق جراء النفاخ الناتج عن تراكم الغازات في الأمعاء، والذي يعد حالة منتشرة بكثرة بين الحيوانات. الآلة الجديدة تجاوزت حدود تركيا في المبيعات لتصل إلى أسواق كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والبرازيل وألمانيا وروسيا. في خطوة جديدة، اعتلى عشرة الأطباء والمختصين منابر المساجد في مختلف مناطق قطاع غزة لإلقاء خطب الجمعة أمام آلاف المصلين بهدف رفع وعيهم تجاه فيروس كورونا. هذا وكانت وزارة الأوقاف بغزة قد دعت الخطباء الأطباء والذين تم اختيارهم من بين أصحاب الاختصاص والخبرة الطبية والعلمية للحديث حول فيروس كورونا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. كما كان أجدادهم القدماء، يواصل المصريون من أهالي قرية القراموس بمحافظة الشرقية زراعة وصناعة ورق البرد بشكل ربما لا يتوفر مثله في مكان آخر بمصر والعالم. صنع المصريون ورق البرد منذ آلاف السنين حينما استخدمه الفراعنة في الكتابة والتدوين، لكنه اختفى مع التطور التكنولوجي وصناعة الورق الحديث، وأصبح حضوره قاصراً على أغراض قليلة في مقدمتها صناعة التذكارات السياحية في مصر. حين تتجول في قرية القراموس فإنك تجد أن النساء هن من يعملن في صناعة ورق البرد، فلا يخلو منزل من سيدات يعملن فيها، في حين يلعب الرجال الدور الأكبر في زراعته، حيث يعد المحصول الرئيسي في القرية بجانب الأرز. وتؤكد إحدى النساء ممن يشتركن في عملية الإنتاج أنه أمر طبيعي داخل القرية، فالعمل لا يحتاج إلى الخروج من المنزل، حيث تأتي أعواد الورق من الحقل ليبدأ عمل النساء بالتقطيع ثم التقشير ثم وضع القطع الصغيرة في ماء ساخن مع مواد كيميائية مثل الكلور لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك يتم تحويله إلى شرائح عبر مكابس خاصة، وفي النهاية يترك في الشمس ليجف ويأخذ شكله النهائي. العاملون بهذه المهنة النادرة يشكون قلة الاهتمام بهم وبهذه الصناعة التي تعد إرثاً تاريخياً، وأضافوا أن أبرز التحديات التي تواجه القرية تتمثل في نقص معدل الماء المخصص لها، وهو ما يؤثر سلباً على إنتاج البرد، كما يطالبون السلطات بالمساعدة في دعم جهود تسويق نبات البرد، خاصة في ظل ضعف السياحة التي تعد مصدر الدخل الأساسي لأهالي القرية، مقترحين أن يتم استخدام الورق في إصدار الشهادات الجامعية أو المراحل التعليمية المختلفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم في حلقة اليوم عن أهم المفاهيم الطبية الخاطئة حول أمراض القلب. طبعا هناك مفاهيم للأسف طبية أو مفاهيم شعبية كتير خاطئة حول ما هي أمراض القلب وطريقة التشخيص، وسائل العلاج، حول الأدوية، حول طرق الوقاية. أهم شيء المريض يحاول قدر الإمكان يكون قريب من وسط طبي. المريض ما يعطي لنفسه وصفات طبية أو من جاره أو من أخوه أو من أي شيء. لا توجد حالة قلبية تشبه الحالة الأخرى. كل مريض يعتبر حالة قلبية منفردة. دواء الضغط للجار لا يجوز أن يأخذه المريض، أو دواء الأخ أو ما هنالك. ليس كل مرض، أهم شيء بالتعريف الأمراض القلبية، أمراض قلبية كلما نقول مريض قلب، ليس كل مرض قلب يشبه المرض القلب الآخر. فهناك تكون هناك أمراض قلبية خفيفة جدا، ويجب أن لا يقال عنها أمراض مثل تدلي الصمام التاجي أو الارتفاع الخفيف أو في الضغط الشرياني. المريض لا يعتبر مريض قلب، بينما هناك أمراض فعلا تعتبر أمراض قلب، كالإصابة بشرايين العضلة القلبية أو الدسامات أو قصور القلب. الأمر الثاني هو الأعراض. ليس كل ألم كما تكلمنا في حلقات أخرى، ليس كل ألم على الصدر هو ألم قلبي. الألم القلبي ليس ألم ناخز ولا يشار له بالإصبع ولا يأتي على الراحة عادة. الألم القلبي كما تكلمنا بمختصر هو ألم ضاغط عاصر ينتشر على مساحة كبيرة من الصدر، ينتشر إلى مناطق أخرى ويزداد بالجهد. هاي نقطة مهمة جدا، لأنه قد يأتيني مريض يقول دكتور أنا عندي ألم صدري، بس امشي أو اطلع درج برتاح، أو بس أطلع. هذا على الأغلب ليس مرض قلبي أو ليس عرض ناتج عن مرض قلبي. هناك مفاهيم خاطئة أخرى من ناحية وسائل التشخيص. فالمريض للأسف قد يقيس ضغطه هو لنفسه، أو يقيس ضغطه جاره أو صديقه، ويعتمد على هذا القياس ويكفي. قد يأخذ علاج لوحده أو يذهب للطبيب خائفا، ويقول الذي يأخذ الضغط أو الذي مؤهل أنه يقول لك أنه عندك ارتفاع توتر شرياني أو أنت مصاب بأمراض قلب هو طبيب القلب. هذا شغلة مهمة جدا جدا. طبعا هناك مفاهيم خاطئة في طريقة قياس الضغط. الطبيب يجب أن يشرح للمريض أو الممرضة أو أي حدا ملم في قياس الضغط، يشرح للمريض طريقة قياس الضغط. كتير بيجينا مرضى خايفين، طالع الضغط كتير عالي عندهم، لما نقيس لهم ضغطهم بيطلع ضغطهم كويس، ما في داعي للتوتر، لأنه كان طريقة القياس أو طريقة استعمال القياس الميزان الضغط كان خاطئا. هناك مفاهيم خاطئة في طريقة في تشخيص الأمراض، مثل مفاهيم العالم عن القسطرة. يعني مثلا احد الشغلات اللي تكلمنا عنها سابقا، القسطره وسيله تشخيصيه وليست علاجيه كمرحله اولى. طبعا تحول الى علاجيه اذا اردنا في مرحله ثانيه، وهي اجراء سهل ليس عمليه، لا يحتاج الى تخدير عام، المريض لا يحتاج الى النوم في المشفى، ولا يطلق عليها عمليه بمعنى كلمه العمليه. طبعا هناك مفاهيم خاطئه اخرى من ناحيه العادات الغذائيه، من ناحيه الرياضه، من ناحيه الشده النفسيه، من ناحية حتى التدخين. في كتير مرضى للأسف يجونا ويظنون أن التدخين ليس له علاقة بعوامل الخطورة الأخرى، أو يظن أنه إذا مصاب بالسكري ليس له علاقة بالقلب، أو يظن أنه السمنة وزيادة الوزن كمان ليس لها علاقة بالقلب. طبعا هي مفاهيم يجب أن تصلح، وخاصة في مرحلة الوقاية، لأنه المريض اللي بيعمل وقاية اللي عنده مفهوم صح لأمراض القلب والوقاية منها بالتأكيد سيؤخر أو يمنع الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند المرضى اللي عنده عوامل خطورة. يعني المريض الذي يمارس الرياضة في وقت مبكر، في عمر مبكر، المريض الذي يضبط سكره كويس، المريض الذي لا يحافظ على وزن جيد وعلى حياة فيها نوع من الاسترخاء، ويعمل مراقبة دورية لكوليسترول وشحوم الدم، بالتأكيد هذا مريض بإذن الله عرضته للإصابة بأمراض القلب وشرايين القلب والأوعية المحيطية أقل بكثير من المريض اللي عنده مفاهيم خاطئة وعنده إهمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.